السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حديثنا عن فيروس كورونا. أنا هتحدث الآن من منطلق اعرف عدوك، يعني إذا عرفت عدوك تستطيع أن تتعامل معه، تعرف نقاط الضعف اللي فيه، فتستطيع أن تتعامل معه أن تكسب المعركة في النهاية. ومن هنا لابد أن نتحدث عن تركيبة فيروس كورونا كوفيد 19 أو يعني الستراكشر بتاع الفيروس. الفيروس عبارة عن نوع من الحمض النووي RNA يعني single stranded positive enveloped RNA virus. هذه المادة الوراثية يعني حددوا العلماء وجدوا عليها حوالي 103 جين، وطولها تعتبر طويلة يعني حال حد ما حوالي 30 KB. هذه المادة الوراثية. المادة الوراثية محاطة بما يسمى بالكبسيد أو غشاء من البروتين حوالين المادة الوراثية. كمان للوقاية أكتر وللتعضيد أكتر للفيروس، في ممبرين من الخارج أو غشاء. الغشاء ده معظمه يتركب من الدهون، وتوجد فيه قطع صغيرة من البروتين على طول الممبرين أو الغشاء. ومن هنا يعني بيبان لينا أن حتة الدهون دي هنحط تحتها خط ان داخل في تركيب الفيروس الدهون. ولذلك يا اخوه يعني بنقول ان غسل الايدي بالصابون والماء كافي جدا للتخلص من الفيروس. انت عارف الصابون ماده مذيبه للدهون، والفيروس يعني في الانفلوب بتاع او الممبرين بتاع او الغشاء المحيط به في نسبه كبيره من الدهون. فالصابون غسل اليدين بالصابون لمده 20 ثانيه فقط كافية بإزالة الفيروس وتكسيره تماما وتحطيمه. أيضا يوجد ملتصق أو متصل بهذا الغشاء من الخارج الأشكال اللي احنا بنشوفها، الأهداب اللي على الفيروس فوق اللي هي يسموها السبايكس. هذه الأهداب مهمة جدا للفيروس. احنا عارفين دي مثابة الشفرة أو المفتاح للفيروس. الفيروس احنا عارفين التارجت أورجن بتاعه في الآخر بيروح على الرئة، بيخش على الألفيولاي جوه الحويصلات الهوائية في الداخل، بيوجد في داخلها خلايا. هذه الخلايا موجود عليها ريسبتورز. الخلية يا إخواني، الخلية عبارة عن مدينة متكاملة تدار فيها كل شؤون الحياة. سبحان الله، يعني هي مملكة كأنك عايش في مدينة متكاملة. يحيط بها سور، ولكن السور بتاع الخلية هو الغشاء بتاع الخلية نفسه. غشاء الخلية ده هو محطوط عليه كمية سيكيورتي رهيبة جدا، يعني على كل جدار الخلية تجد بوابات للحماية، يعني ما فيش أي أحد يستطيع أن يعبر إلى داخل الخلية إلا بأمر الخلية من خلال السيكيورتي اللي موجودة عليها. هذا الفيروس مشكلته أنه استطاع أن يحدث هذه الشفرة، أن هو يجيب المفتاح ويصمم المفتاح اللي هي الأهداب الموجودة عليه السبايكس دي. لما يخش على الرئة بيبدأ من خلال هذه السبايكس يفتح الخلية، تفتح البوابات، فيبدأ يخترق داخل الخلية لأنه عنده الشفرة، وبالتالي يحدث المشاكل اللي احنا قلنا عليه دي. ببساطة التركيب الفيروس بشكل عام، والتركيب الجيني طبعا أو التسلسل الجيني بتاع الفيروس ده بيدي العلماء يعني فرصة جيدة لإنتاج الفاكسينات أو اللقاحات. كذلك يعني بيدينا فكرة ان احنا نعمل مقارنة بين الفيروسات، بين هذا الفيروس والفيروسات اللي ظهرت قبله زي السارس والميرس، نعمل مقارنة ونشوف ايه اوجه الاختلاف واوجه الشبه بين هذه الفيروسات. نتحدث الان عن نقطة اخرى، وهي كيف تحدث العدوى. يعني العدوى بتحدث ازاي، يعني طرق العدوى كيف تحدث من انسان لاخر. في الحقيقة في يوجد تو روتس أو طريقين للعدوى. الطريق الأول عن طريق الجهاز التنفسي من خلال السنيزنج أو العطس والكف اللي هي الكحة يعني. فبيطلع رذاذ من الشخص المصاب، هذا الرذاذ بيحتوي على الفيروس، دي بنسميها يعني دروبلتس. هذه الدروبلتس فيها الفيروس موجود فيها. الدروبلتس دي في ماكرو دروبلتس وفي مايكرو دروبلتس، يعني في يعني حبيبات أو رذاذ بيكون حجمه كبير، وفي رذاذ بيكون صغير جدا لا تراه بعينيك. الكبير يعني بيسقط على الارض او على الاسطح المحيطه، اما الرذاذ الصغير فدي المشكله الكبيره، ان الرذاذ الصغير المايكرو دروبلتس دي بتبقى معلقه في الهواء
وبتبقى يعني لفترة ممكن تصل لثلاث ساعات، ومن هنا ده بيزود طبعا انتشار الفيروس بشكل أكبر. دي الطريقة الأولى للنشر أو انتقال الفيروس، وبيكون طبعا عن طريق بشكل مباشر انك انت تكون واقف قدام شخص عطس في وجهك او كح سعل في وجهك او كح، فبيتطاير الرذاذ عليك وبتبقى العدوى مباشرة. او تكون بطريقة غير مباشرة انك انت تضع، يكون ما فيش اشخاص حواليك ولكن هذا الشخص كان في مكان، في كان في هذا المكان كان في شخص مصاب قبل ذلك وعطس مثلا وتطاير الرذاذ وسقط على الاسطح المحيطة، فانت حضرتك بعد ساعة ولا ساعتين ولا اربع ساعات بتيجي في نفس المكان تضع ايدك وانت متخيل الدنيا امان، وبتشيل الفيروس في ايدك وتاخده وممكن تحطه على وجهك، وده مشكلة لمس الوجه مشكلة كبيرة جدا، تحطه على عينيك، تحطه على فمك، تحطه على انفك، دي المداخل الرئيسية بتاعة الفيروس اللي ممكن يعبر منها ويخش الى الجهاز التنفسي. الروت الثاني او الطريق الثاني للعدوى هو عن طريق التخلص من الفضلات. ده انسان طبعا ما بيغسلش ايديه كويس بعد قضاء الحاجة، فده بيبقى سبيل اخر لنقل العدوى، لان وجدوا ان الفيروس ممكن ينتقل بهذه الطريقة ايضا. فعلى الاشخاص برضو تنبيه اللي يعني بعد قضاء الحاجة لابد من غسل ايديك كويس جدا لو سمحت بالماء والصابون فترة لا تقل عن 20 ثانية حتى يتم التخلص من الفيروس تمام. في نقطة تانية، انتشار الفيروس، كيف ينتشر الفيروس؟ عندي طرق للعدوى يعني، ولكن كيف ينتشر انتشار الفيروس؟ في الحقيقة يعني في الحقيقة سريع جدا، بينتشر بسرعة جدا، يعني من خلال حاجة بنسميها في الإحصاء الطبي الار نوت او الريبرداكتيف ريشيو، اللي هي بتعرف يعني كم شخص ممكن الشخص الواحد المصاب ممكن يعدي او ينقل العدوى لكم شخص اخر. وجدوا في حالة الكوفيد 19 ممكن الشخص ينقل العدوى، المصاب ينقل العدوى لثلاث اشخاص تقريبا، اما في حالة الانفلونزا العادية الشخص ينقل لشخص واحد. فشخص ينقل لشخص واحد في الانفلونزا العادية بيكون الامر سهل، انما تخيل حضرتك لو ان الشخص في كوفيد 19 بينقل العدوى الى ثلاثة اشخاص، فالثلاثة اشخاص ينقل العدوى الى كم؟ تسع اشخاص، والتسع اشخاص ينقلون العدوى الى 27 شخص، ثم 81 شخص، وهكذا ندخل في يعني معادلة رهيبة جدا ومتوالية فظيعة جدا من انتشار الفيروس، يكون العدد في الاخر فظيع جدا. طبعا هم قالوا لما يكون الار نوت او الريلاتيف ريشيو دي في اقل من واحد فيكون الامر امن، خلاص بينتهي الفيروس، انما لما بيكون اكتر من واحد كما هو حادث في الكوفيد 19 فطبعا انتشاره بيكون سريع جدا، وقانا الله واياكم.